طيب هنروح لروسيا للاستاذ ايهاب الخطيب مدير تحرير جريده الوطن علشان نتكلم معاه اكتر على اداء منتخب مصر امام السعوديه وخساره 2-1. استاذ ايهاب برحب بحضرتك. برحب بك كابتن عمر، وانا اسف بس ما يعني ما اسمعش اسماء الضيوف، وبرحب كابتن شريف عبد المنعم موجود معايا بيسلم على حضرتك. كابتن شريف. كابتن ايهاب وحشنا يا كابتن، وهارد لك للمنتخب المصري. هارد لك يا حبيبي. استاذ ايهاب، يعني خساره منتخب مصر 2-1 امام السعوديه وكالعاده في اخر دقيقه من المباراه، يعني كلمني على الاجواء اللي موجوده عندك، رايك الفني، شايف ان منتخب مصر يستحق الخساره؟ هل شايف ان منتخب مصر وغياب العدل عن اختيارات مستر هكتور كوبر في قائمته اللي موجوده في كاس العالم سبب من اسباب خساره منتخب مصر في 3 مباريات؟ كابتن عمر خليني اقول لك مسبقا قبل الرؤيه في المباراه، يعني التوقع اللي كنا نتغلب المنتخب السعودي، انا بقول لك بشكل شخصي ومعظم المحللين والمتابعين كانوا شايفين انه صعب جدا المنتخب المصري يكسب، لان المنتخب المصري تعرض لكميه من المشاكل والسلبيات والتقارير السلبيه والضغوط صعبه جدا جدا جدا. في الوقت اللي كنا فيه يا بنرد متاخر، يا رد فعل الاحداث الخاطئه، وكمان اهم لاعب عندك هو محمد صلاح، اتعرض لكميه ضغوط انت لا اعلاميا عرفت تلم الموضوع ولا لميت الموضوع سوشيال ميديا، لان كمان ناس قاعده على القهاوي والناس قاعده في الحر عماله تهوي علينا بحاجات غريبه بتيجي واحنا موجودين في روسيا، مفيش معظم الحاجات اللي بتتقال. طب يا كابتن ايهاب، نقطه محمد صلاح، ممكن بس نشرح للساده المشاهدين ايه مشكله محمد صلاح؟ يعني ايه المشكله اللي بتواجه محمد صلاح مخلياه يعني زي ما حضرتك شايف بلغه الكره مقريف، مش يعني حتى بعد الهدف الاول ما احتفلش. برافو عليك. صلاح عنده ضغوط كبيره جدا، اولها في حته مشاركته وعدم مشاركته وتحمله على نفسه ووجوده، وبعدها مباشره ابتدى يعني بدايه مشاركه محمد صلاح في مباراه روسيا، بعض طبعا السوشيال ميديا والناس قاعده تقول لك ده مش عارف يساعد نفسه وده مش عارف ايه، ومحدش قدر ان هو جاي على نفسه وتعب جدا عشان يلحق مباراة روسيا، ثم بقى الطامة الكبرى في قصة الشيشان والقصة دي، سواء اتفقنا واختلفنا عن الأجواء اللي موجودة، ولكن التقارير الغربية القوية وتحذيرات مدير أعماله بيكلمه مكالمة خطيرة جدا جدا وطلبوا يعني يبعد خالص عن كل الأجواء دي، في ظل إن الدعوة موجهة للمنتخب المصري بالكامل ومش لمحمد صلاح، في ظل إن حتى رئيس الشيشان رمضان قدروف طلع بيان النهارده وقال اننا لن نستغل محمد صلاح سياسيا، واسالوا مارادونا واسالوا رونالدينو ودول كانوا جم قبل كده، وده من عادتنا اننا بنحتفل الناس، لكن الاعلام الغربي والاعلام الامريكي صلاح اصبح واحد من اكبر القوى الناعمه في العالم، وبالتالي تشويه صلاح الدور الكبير اللي بيقوم فيه وتاثيره بقى مطلوب، فبالتالي الكل بيتلكم، فده اثر بشكل كبير، والتقارير دي رغم انها تقارير معظمها مستدركه ومصنوعه للضغط على هذا اللاعب العالمي الكبير اثر عليه بالسلب جدا، كل صور التدريبات لو شفتها حاله من يعني 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 الضيق الشديد، حاله من العزله داخل التدريب مش مبسوط، محدش قدر يوفر له في المنتخب المصري الراحه النفسيه، وده امر طبيعي جدا، انت بتوفر للعيبه كلها مش محمد صلاح بس، انت لما يكون عندك لاعب بحجم محمد صلاح وبتبني عليه ومحمله وحاطط في رقبته يعني سعاده 100 مليون مصري ومش موفر له اي حاجه ولا عارف اي حاجه ولا مش موفر له، دي مهمه قوي اللي انت بتقولها يا ايهاب، دي مش موفر له اي حاجه، دي من لاعبين حتى اللاعبين اللي حواليه يعني طبعا. وبعدين يتقلب المعسكر بتاع المنتخب لتصوير برامج مدفوعه الاجر واعلانات عن طريق موبايلات اللعيبه، محدش مركز يعني، كانت في تخفيف. كابتن ايهاب، انا اول مره في حياتي اشوف لعيبه منتخب بعد خساره مباراه يصوروا فيديو ويقول لك ده اللاعب الفلاني بيعتذر للشعب المصري عن خساره او خسارتنا امام روسيا. يعني انا مش عارف ازاي ان المنتخب اصلا سمح ان الفيديوهات دي تخرج، ان لاعب يكون عنده مباريات مهمه. يا كابتن عمر انا بقول لك وبقولها بصراحه وبقولها بمنتهى الامان،
عدد لعيبه المنتخب استغلوا المنتخب تجاريا. صح. عدد من لعيبه المنتخب المصري استغلوا وجودهم داخل المنتخب وجودهم داخل غرف المنتخب كلاعبين، واستغلوا وجودهم ده استغلال تجاري وصوروا مع زمايلهم بالموبايلات وبعتوها لبعض المعلنين ولبعض البرامج مدفوعه الاجر من اجل يعني بعض الاموال. يعني يا جماعه ايه في ظل ان انت سايب المعسكر بلا رقابه كبيره من مدير المنتخب، بين مدير المنتخب بين الجهاز الفني اللي بيتعامل بهذا الشأن اللي ملوش شخصيه خالص على اللاعبين، وان شخصيه اللاعبين اقوى من شخصيه الجهاز الفني. اقول لك على حاجه كمان اكثر من الكواليس، يعني يعني عايز اقول لك اللعيبه يعني عدم التركيز الكبير. كمان كان امبارح في مشكله كبيره جدا ان رئيس نادي بيطلع يعلن عن اثنين مهمين ولاعيبه انهم يدفعوا النادي الثاني وانت هتلاعب المنتخب المنافس زي علي جبر وطارق حامد، واللعيبه يقعدوا على العشاء بالليل متضايقين جدا، بيقول لك هو احنا مش هنتباع؟ ومين اللي بيقول ان احنا هنتباع؟ ويحصل حاله من القلق والجدل ويرجع المدير الفني المدرب بتاع المنتخب يقول لهم لا ركزوا في المباراه وابعدوا عن الكلام ده كله مشتت، ويجي في الاخر يطلع بيان في الدقايق اللي نادي الاهرام بيقول لك الكلام ده. ايه اللي بيحصل ومصلحه مين؟ وليله المباراه زي كده كبيره تطلع شائعات او اخبار تعمل بلبله وتاثر على منتخبنا بالسلب ليه؟ هو ايه المقصود بكده؟ اعتقد ان البعض هان عليه المنتخب المصري من اجل مصالح شخصيه، وان البعض استغل المنتخب المصري استغلال تجاري سيء جدا، ويجب محاسبه كل المقصرين. وعلى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الجديد اول ملف يفتحه ويتعامل فيه هو ملف انا هقول اهو فضيحه المونديال، ولازم يشوف ابعاده بشكل كويس جدا، لان اللي بيحصل موضوع كبير جدا. فكل الشروط وعفوا للجميع، المنتخب المصري مش للبيع يا جماعه، منتخب مصر مش للبيع، ولازم كلنا نتعاون، لان ما شفناش هذه الروح يا كباتن، ما شفناش هذه الروح الانظاميه، واللي اللعيبه نازله من غير حماس وطلب المقابل المنتخب المنافس المنتخب السعودي الشقيق وله كل الاحترام والتقدير استحق انه يكسب. احنا من امبارح واحنا هنا عندنا معلومات وقلناها من امبارح الحكم في خوف من الحكم الكولومبي، وان هذا الحكم كان جزء من سبب الهزيمه، ولكن لا يسأل على الهزيمه بالكامل، المنتخب السعودي كان افضل، ولكن راجل بيقعد يعني تقنيه الفيديو الاتحاد الدولي عاملها ليه؟ تقنيه الفيديو يقول لك ده مش هدف، دي مش ضربه جزاء، يرجع الراجل ثلاث دقائق عمال يتناقش معاهم، وبعد كده يروح علشان يشوف ويقولوا له لا مش ضربه جزاء، يرجع ياكدها ويدي علي جبر اصدار. هو الفيفا بيهزر؟ ما هو لازم علشان يداري على القرار اللي اخذه يا كابتن ايهاب لازم كارت اصفر، لو ما اداش علي جبر كارت اصفر. لكن انت دلوقتي عامل تقنيه وصارف وعامل نظام جديد علشان في الاخر يا استاذ ايهاب برضه شخصيه اللاعب عندك الثقافه بتاعته جوه الملعب مش موجوده، يعني انت لا تلموا حوالين الحكم ولا خدوا حقوقهم ولا بيعرفوا ياخدوا اي حق في اي حاجه. يعني واضح جدا ان شخصيه اللعيبه برضه مش مركزه بهذا الشكل اللي احنا شفناه، يعني انا شايف ان هي اصلا فاول على الولد وهو بيشد علي جبر من قبل اللعبه، انما انت ثقافه اللعيبه عندك مش فارقه معاها، مش فارق معاه يدي ضربه جزاء ولا مش فارق معاه، هو ما خدش حقه حتى في الملعب، ما اعترضش حتى اي اعتراض يبين ان الفيديو اداله حقه، وبعد كده عادي جدا. فدي ثقافه بقى في الملعب مش موجوده لا خارج الملعب ولا جوه الملعب. استاذ ايهاب يعني برضه يعني طب كمل حضرتك اتفضل. وبعدين ما فيش زي ما قال كابتن شريف شخصيه القائد في الملعب، شخصيه القائد في الملعب. وبعدين احنا واخدين قايمه 23 لعيب عشان 16 لعيب باك هم اللي يبقوا تحت المنظار، ولولا اصابه طارق حامد كانوا بقوا 15 لعيب اللي شاركوا. يا استاذ ايهاب ده احنا عارفين التغييرات، عارفين مين مكان مين، بس مش عارفين التوقيت امتى. يعني احنا عارفين ان في ثلاث تغييرات، عارفين ان كهربا دايما بينزل، عارفين ان رمضان صبحي دايما بينزل، عارفين يعني كل، بس احنا الفرق بس في التوقيت، يعني اللي احنا مش عارفينه التوقيت. عمر اوبر قاعد في مؤتمر صحفي في شيكابالا هو بديل عبد الله السعيد، النهارده بتلاعب عبد الله السعيد هاب يمين وغير طريقه لعبه كلها بلا جدول. بعدين ما استعنتش حتى في شيكابالا اللي قلت عليه بديل عبد الله السعيد بالظبط. ماذا افادت التغييرات دي في المنتخب؟ نفس اللعيبه
بتنزل الماتشين اللي فاتوا ما بيعملوش اي حاجه بيكسلوا تاني. خلاص منتخب مصر وقف عند 16 لعيب. يعني منتخب مصر وقف عند 16 لعيب وبقيه اللعيبه دي رايحه في ايه؟ منظره؟ بقيه اللعيبه دي رايحه ولسه عارف. وعلى رايك يا هاب مفيش اي علامه ليهم في المباراه اللي قبلها ان هم يكونوا اساسيين في المباراه دي؟ ده احنا كل مره بنقول هنشوف دم جديد، هنشوف شكل جديد، هنشوف شيكابالا، هنشوف ناس بتعرف تمسك الكوره، ناس بتعرف تتعامل. ماذا قدم الثلاث في الماتشات الماضيه عشان تنزلهم تاني؟ انت بتكافئهم وتنزلهم تاني ليه؟ في ظل ان كان عنده ازمه امبارح وعدد من اللعيبه طالبوا انه يشارك، اولهم عصام الحضري والناس طالبت ان كل يشارك، والنهارده على فكره عصام كان كويس ووقف النهارده بشكل كويس وانفذ ضربه جزاء، ولكن شخصيه الجهاز الفني وطريقه اللعب وحكم المباراه وعدم التنظيم بقى، والنقطه اللي انا قلتها بتاعه دخول اللعيبه في غرف اللبس وعدم التنظيم في المعسكر، لما تبقى انت قاعد تطلع عليها كتير بيرد ترجع جروب ثاني ترجع علشان بتريد بيرد وترجع جروب ثاني وتروح بولجاجراد، ايه ده؟ ده اكثر منتخب قطع طيران جوه القاره الاوروبيه، مش ممكن عدم التنظيم. احنا فرحنا بس ان احنا تاهلنا لكاس العالم، ولكن ما عملناش اي شيء تنظيمي يدل على اننا منتخب منظم او عندنا اداره لاداره المنتخب او اننا هنعمل حاجه في المنتخب. استاذ ايهاب، الاجواء اللي موجوده عند حضرتك من جانب الجمهور المصري، شفنا حسن كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور المصري، ان لنا حاله الحزن اللي فيها الجمهور المصري اللي متواجد في روسيا. كابتن عمر، معظم الجاليات اللي جايه من مصر الاوروبيه، جايبه اولادها وجايبه اسرها، هم مش مقيمين في مصر، معظمهم جاي يعلم اولاده الانتماء ويشجع المنتخب المصري، وهي دي بلدنا وهي دي مصر ويشجعه. النهارده الناس في دي صدمه كبيره جدا، لدرجه ان عدد من الجماهير استنى اتوبيس المنتخب وهتف ضده وسب اللاعبين، وعدد اخر تبقوا في مقر اقامتهم وهاجموا اللعيبه بشكل كبير جدا جدا، وصل لمرحله شباب. وده وعايز اقول لك على مفاجاه، معظم الجماهير خرجت من الاستاد والنتيجه 1-1. انت متخيل؟ قبل الهدف الثاني احباط يا كابتن ايهاب، احباط، حاله احباط يعني رهيبه، ومستسلمين وما عندهمش امل في المنتخب ان هو يقدر يجيب جون او يقدر يكسب. كانوا اداء السعوديه كان محدش جدا، وما كملوش المباراه، مش عاجبهم لا الاداء. انا ما كملتش المباراه يا ايهاب، ما بقتش قادر استحمل شكل الكره اللي بتتنقل على منتخب مصر من لعيبه مش شايفه قدامها فريق اصلا. يعني الراجل المدرب بتاع السعوديه قاعد هيتجنن، ازاي فريقه مش عارفه تكسب بهذا الشكل؟ الكابتن عبد الرحيم، يعني الكابتن عبد الرحيم محمد فقيد الكره المصريه، الخبر ده الله يرحمه طبعا اوجع قلوب كل المصريين هنا واوجع كل البعثه هنا، لان الخبر كان جالنا صادم جدا. البقاء لليل كل جماهير الكره المصريه والاهل، وربنا يعني يتولاه برحمته ان شاء الله ويتقبله. امين يا رب. يعني كابتن ايهاب، يعني الفتره اللي جايه مستر هيكتور كوفر خلاص رسمي مش هيكون موجود مع منتخب مصر، ايه اللي منتخب مصر؟ دي نقطه كابتن عمر وكابتن شريف بس فاكرين فيها كويس قوي. بما طب اشرح لنا إيه؟ اشرح لنا ان يتم اطالته او يقدم استقاله. تمام، كده كده عقده انتهى بمباراه النهارده. مظبوط، هو هيقدم استقاله ولا هيتم اطالته، هو كده مع الف سلامه اتكل على الله خلاص. اتحاد الكوره بيبحث عن مدير فني اجنبي، ولن يتولى المنتخب المصري في الفتره المقبله اي مدير فني مصري. طب يا كابتن ايهاب، حضرتك مع المدير الفني الاجنبي ولا المدير الفني المصري؟ مع ان المدير الفني المصري هو اللي بيحقق الانجازات، هو اللي عارف حاله اللعيبه اللي موجوده، هو عارف الاجواء. مفيش حسن في حتى تاني، مفيش جوهري تاني، مفيش مدير فني هيحصل على يعني امتيازات دي هذا التوقيت. وان كان ناس كتير بتفتح كابتن حسام حسن او بعض الناس بتتكلم على كابتن حسام بدري، ناس كتير، ولكن في النهايه لما تيجي تعقلها كده وتشوف هتلاقي ان عندك اول ماتش في التصفيات الافريقيه في شهر 9 والوقت مسدود جدا، مسافه ما اللعيبه دي تطلع من التصفيات. انت محتاج على فكره دايما تحط جهاز نفسي جوه مع الجهاز الفني. النهارده عدد الجهاز الفني المنتخب مصر اكتر من عدد اللعيبه فينا. طب بقول لك ايه يا ايهاب، انت ايه رايك في الجهاز الفني المعاون؟ الجهاز الفني المعاون لكوبر كان ليه راي ولا ما كانش ليه راي؟ ولا هم سبب نكسه كوبر؟ هم سبب نكسه كوبر. ها، هم سبب نكسه كوبر بمعنى يا استاذ ايهاب؟ خلاص بقى، بمعنى انهم بينقلوا كل حاجه لكوبر صح وغلط وبدوافع بشكل معين.
والناس استغلت كوبر اكبر استغلال اكبر ما فيهم محمود فايز. استغل كوبر استغلال كبير جدا واستغله ايضا استغلال تجاري. والله يا استاذ ذياب يعني احنا قلنا ان غياب العدل عن قائمه المنتخب هو السبب في الحال اللي وصل ليه. يعني حضرتك في اكثر من لعيب كان المفروض يكون متواجد على الاقل مع المنتخب الوطني. كابتن شريف اتكلم او احنا اتكلمنا في نقطه ان كل ال 11 لاعب اللي موجودين ضامنين ان هم موجودين في ارض الملعب، سواء اديت كويس سواء اديت وحش انت كده كده موجود. قلنا ضامنين يا كابتن عمر، والتغييرات بتاعتهم قاعده بتسخن وعارفه تعملها في الصف الثاني برضه. بس كده يعني اي واحد يلاعب المنتخب المصري حافظ كويس جدا، انت مش محتاج تجيب متخصص او مدير فني منافس يقول لك نقط قوه وضعف المنتخب المصري. انت اسهل منتخب مكشوف في البطوله. صح استاذ عياب. كوكا اللي مشي ده اتضح لي احنا مع كل الحاجات اللي احنا الريمارك اللي عملنا عليها والتحفظات اللي اتكلمنا على كوكا في المباراه اللي هو لعبها، صدق كان برضو اهم من اي حد لعب في الثلاث مباريات اللي فاتت. كلامك برضو مظبوط، وعايز اقول لك ان كل ده يرجع للجهاز المعاون اللي بيأثر عليك لان راجل ضعيف. يعني للاسف يا استاذ ايهاب كان نفسنا يعني ان احنا نبارك في حضرتك على انت جاي امتى يا ايهاب؟ قول له جايين المفروض خلاص كده منتخب مصر المفروض ان هو هيتوجه غدا الى القاهره. وايهاب جاي امتى؟ منتخب بكره هيطير بالظبط الساعه 9 صباحا ان شاء الله. تمام في القاهره يعني على الساعه 12 كده او الساعه 1. احنا بقى ان شاء الله احنا كنا يعني في حاجزنا متوقعين المنتخب المصري يعني يتخطى دور واحد بس، فاحنا حاجزين على 3/7 وبنبحث عن اي تذاكر سريعه للعوده للقاهره. استاذ ايهاب بالسلامه ان شاء الله. الف سلامه ان شاء الله، واكيد طبعا يعني لينا كلام لما حضرتك تيجي بالقاهره بالسلامه علشان نتكلم بشكل اكبر عن منتخب مصر في مشاركته في مونديال روسيا 2018. استاذ ايهاب بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا.